السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله، في صحه جيده. فيديو جديد اليوم بغيت نشارك معكم تن اخر لحظه، ما كنتش نصور في الحقيقه، تن اخر لحظه عفوا، قلت علاش ما نشاركش معكم هذه الغريبه اللي كتجي غزاله وكتشق وناجحه ومقادير جد بسيطه متوفره في كل بيت. ندوزو ان شاء الله مقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا ان شاء الله زلافه، انا نستعمل هذا العبار هذا ديال الزلافه، يمكن لكم تستعملوا العبار اللي كبر منه. المهم انا هاد الزلافه هذه كتجيب لي العبار ديال اللي دغيا كنطيب كنستعمل الغريبه الكوتي، ولا يعني ما كنبقاش مشغوله في الفران. يعني هاد العبار عجبني، كنديرو كيتسالى عاوتاني كنعاود. عندي هنايا زلافه عاوتاني ديال السكر، هذه نعمل فيها الزيت كيف قلت لكم، الزيت الرومية تكون عامرة. عندي هنا زلافة السكر سنيدة، تهي نفس العبار سنيدة، من الأحسن تختاروا السنيدة اللي كتكون رقيقة. عندي هنا واحد نص كاس، العبار ديال الكاس ديال العنبة أنا كبيته هنا في هذا الكاس، ديال اللوز مقلي ومطحون مزيان. هنا عندي عاوتاني اللوز اللي هو محمر ومطحون. عندي هنايا خمارة حمراء ديال 8 غرام، وغادي ندوزو ان شاء الله تشوفوا معايا. والطحين على حسب الخليط، انتم غادي تشوفوا والطحين على حسب كاين الطحين اللي كيشرب كاين اللي كيشرب. انا ديك المره تعملت اخر مره دات لي 3 من هادو تقريبا. ندوزو بسم الله الطريقه. غادي نشبرو البلاصه اللي غادي نخلط فيها، نديرو السكر نديرو الزيت. غادي نخلطو مزيان الزيت والسكر حتى ما يبقاش ديك الحبيبات ديال السكر كيبانو. صافي هنايا من بعد ما خلطت مزيان السكر والزيت، نزيد دابا اللوز. والجنجلان. واستمر في التخليط. دابا كندوزو الطحين اللي عندي هنايا مغربل، الزلافة الأولى. الزلافة الثانية. المهم أنا عيني ميزاني في يدي، كندير فوق منهم خمارة وكنبقى نخلط، وأنا كنشوف العجينة ديالي كيفاش مشات، كتشبر القوام ديالها، عاد كنوقف الطحين. كيف قلت لكم انا ديك النهارتي هزت لي تقريبا 3 زلايف بحال هادو. صافي وكنخلط بحال هيدا، باقي نزيد زلافه واحده اخرى. كنزيد شي كامله حتى كنبقى نخلط وانا كنشوف. وهانتوما معايا حتى نجمعها
وندلكها شي شويه ونطلقاو باش نديرو كويرات نصنعو كويرات في الطاوة عفوا اللي انا نوريها لكم وانتم معايا. صافي هنايا مور ما جمعت هذا العجينه ديالي غادي نشبر دابا الطاوة. طبعا انا نعمل هذه اللي كتجيب الغريبه مبوقه من تحت. غادي ندهن شويه الزيت صافي ونبدا نكور ديال الكويرات. صافي عندي الكويرات قياس اللي بغيتوهم ستيتوين بغيتوهم يجوكم كبارين. صافي نستمر هيدا تنعمر الطاوة ديالي على هاد الشكل وندخلها الفران اللي هو سخون على درجة حرارة 180 درجة مشعول عير من الفوق ونطلع نطيبها في الفوق تتشقلي عاد نهبطها لتحت وانتوما معايا. ها انا كيف قلت لكم العبار اللي عملته بزلاف ستيتوا عطاني هاد الطاوة هادي كاملة عامرة يعني تجي ساهله الانسان ما يعكسش. ها ما بقى لي حتى شي شويه هنايا جاتني الطاوه غادي نطيبها ان شاء الله وها انا معاكم. تبارك الله البهله ديالي من مورا ما خرجتها من الفران شوفوا كيفاش تشقت دابا باقا سخونه ما نقدرش نهزها دابا باش نعملها في الطوبسيل ديال التقديم. ها هي ناجحه يمكن لكم تجربوها كتجي غزاله. اي واحد الا تشقات له البهله بحال هيدا كيف راح يعني كتسمى ناجحه. والمذاق تاعها ما نقول لكمش لانكم انتم شفتوني شنو عملت فيها. هاي تبرد ان شاء الله عاد نهزها نعملها في الطبسيل ديال التقديم. هذا كان هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديال ناجة غزاله تبارك الله. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على زر اللايك واشتراك باش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.